أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. على هامش الحياة اليومية لسكان كوكب الفيسبوك من العراقيين، ومن بين ركام التعليقات بكل تفاصيلها الغنية والمبتذلة، برز في الأيام الأخيرة خبر حظي بعدد كبير من التعليقات المؤيدة والمستنكرة وإشارات الرضا والاحتضان، على حساب خبر آخر لم ينجح على أهميته من الحصول إلا على بعض الإيماءات الخجولة. فهل لهذا دلالة على حجم الوعي لدى سكان الموقع، سواء كان شخصيا أو جماعيا، على تنوع خلفياتهم الثقافية عموما، أم أننا نمنح الفيسبوك وسكانه أهمية أكبر من هدفه الأصلي وهو تمضية الوقت والتواصل؟ يتضمن الخبر الأول الذي شغل الكثيرين من سكان الفيسبوك واستقطب عديد التعليقات وصفا يسيء للصحابة. أطلقه شاب عنوان وظيفته رادود، أي حكواتي، يسرد مقتل الإمام الحسين، ويعتمد مقياس نجاحه وارتفاع أجره على قدرته في استدرار الدموع الغزيرة والبكاء واللطم. أما الخبر الثاني وهو الذي رماه عراقيو الفيسبوك جانبا، فبدايته إعلان أحصل على شريحة الدفع الخاصة بك الآن لتخطو نحو المستقبل. ونقرأ من خلاله كيف روجت الشركة البريطانية البولندية وولتمور أول دفعة من شرائح الدفع الدقيقة القابلة للزرع في جسد المستهلك. الملاحظ أن كل الأمثلة الإنسانية الناجحة حتى الآن تم تنفيذها في الغرب، بينما تلقى العراق مثلاً التطبيق القاتل للتطور العلمي التكنولوجي، فمن قذائف اليورانيوم المنظب والفسفور الحارق إلى أجهزة استشعار الحركة المحمولة على الطائرات والأقمار الصناعية وكاشفات الحرارة وأجهزة تنصت الصور والاتصالات، بالإضافة إلى تقنية تصوير قزحية العين الذي استخدم لتحديد هوية الداخلين إلى مدينة الفلوجة بعد تهديم 70% منها. فما الذي يحمله المستقبل إذن بصدد غرز الشرائح؟ ولدينا ما يدل على أن تطبيقها سيميل أكثر نحو إحكام السيطرة على الأفراد والمجتمع في البلدان العربية وبقية الدول الخاضعة لحكومات تحرم مواطنيها من حرية الاختيار. وهل سنكون قادرين على التوعية بهذه المسارات الخطيرة المستهدفة لوجودنا، بينما ننشغل بالنظر الدائم إلى الوراء لا لاستخلاص العبرة وتفادي الأخطاء، ولكن كما نرى في عراقنا اليوم لتكرار الأخطاء؟ في الأمثال الشعبية العراقية يقال لشخص يقوم بعمل ما نفاقا وتملقا، إنه لا يلطم على الحسين وإنما على الهريسة. خلال مراسيم زيارة الأربعين في الأسبوع الماضي، وهي المناسبة الكرنفالية الأكبر في الطقوس الشيعية المرتبطة بعاشوراء واستشهاد الحسين، جرب غالبية السياسيين العراقيين الشيعة أن يلطموا على الحسين، ولكن الناس كانت تراهم من دون جهد بالغ في التدقيق يلطمون على الهريسة ليس إلا، وهي هنا هريسة أكثر دسامة من التي كانت تصنعها الأمهات الجنوبيات في الأحياء الشعبية من مال حلال يقتطع من عمل الآباء الفقراء. وفي ظل ظروف أمنية صعبة أيام نظام صدام، حين كانت الناس تخاف ممارسة طقوسها الدينية خشية الاتهام من رجال السلطة بالعمالة لحزب الدعوة المحظور في ذلك الوقت، اليوم رجال حزب الدعوة وقادة الميليشيات يسيرون مع الناس إلى ضريح الإمام الحسين ويلطمون معهم، بل ويقدم بعضهم الطعام إلى الزائرين بضع دقائق ليس إلا، فقط بما يكفي المصور المرافق لالتقاط صور مناسبة للنشر على صفحات هذا السياسي في مواقع التواصل الاجتماعي. في السنوات الأولى ما بعد زوال نظام صدام، قدمت الطبقة السياسية الشيعية نفسها حامية وراعية ومدافعة عن هذا الطقس، وكأنه فعلا يحتاج هذه المباركة والرعاية، وكأنه يتحرك أو يتوقف بأوامر منهم.
حتى كنا نرى سرادق منصوبة في الشوارع بأسماء الأحزاب، وبعضها يحمل صورة الزعيم السياسي. اليوم أيضاً يغسل الساسة أنفسهم في روحانيات الطقس الديني، ويشعرون لبرهة أنهم متحدون مع الناس البسطاء والعوام تحت راية الحسين وعاشوراء، ولربما توهموا أنهم مرروا رسالة إلى الناس بأنهم يمثلونهم حقاً، وأن الحسين يربطهم بعضهم مع بعض برباط مقدس، والحال أن الناس تعرف من هو ذاهب لزيارة الحسين فعلاً ومن هو ذاهب إلى الهريسة. نعم، إلى الهريسة، هريسة خداع الرأي العام من أجل التشبث بالمناصب والإبقاء على المنافع الآتية من الفساد ومخالفة القوانين والتآمر على مصلحة العراق ومستقبله واستهداف أبنائه الوطنيين بالقتل والتشريد والتغييب. تقول الكاتبة نور العبيدي في مقال بصحيفة الميثاق الوطني: أصبحت المقابر الجماعية في العراق ظاهرة وحشية أخلت ببنية المجتمع العراقي وأمنه، ومع أن العراق موقع ومصادق على العديد من اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، إلا أن حكومات ما بعد الاحتلال عام 2003 متواطئة مع مرتكبي هذه الجرائم، وهو ما يستلزم محاسبة دولية بعد، إلا أن النظام الدولي هو الآخر يتغافل عن هذه الجرائم، بل هو إلى التغطية على هذه الجرائم أقرب. وبدأ هذا التواطؤ في أوائل عام 2004 عندما داعت فضيحة الانتهاكات الجسدية والنفسية والجنسية والتعذيب بالكهرباء للسجناء العراقيين في سجن أبو غريب الذي تديره قوات الاحتلال الأمريكي. فأين منظمات حقوق الإنسان الدولية التي غضت بصرها عن هذه الجرائم والجرائم البشعة للحكومات في العراق وميليشياتها ضد مدن عراقية ما يزال مئات الآلاف من سكانها مشردين في الصحراء؟ عثر على عشرات المقابر الجماعية في الفلوجة وصلاح الدين والموصل وبابل، إلا أن الحكومات تتنصل عن فتح تحقيق في هذه الجرائم، وهو ما يثبت تواطؤها مع المجرمين. ويؤكد مركز جنيف الدولي للعدالة بأنه يتلقى يومياً عشرات الاتصالات والرسائل لأقرباء الضحايا أو ممن كان معتقلاً لدى الميليشيات تصف حالاتهم المزرية ومعاناتهم المستمرة والانتهاكات الجسيمة بحقهم التي ترتكبها الميليشيات والقوات الحكومية ضدهم. هذا فضلاً عن الشهادات التي تنشر على مواقع التواصل أو في المحطات التلفزيونية التي تؤكد تلك الجرائم وتوثقها. ويؤكد مركز جنيف على مطالبته بفتح تحقيق دولي بالمجازر التي ارتكبت في مدن الفلوجة، الصقلاوية والقرمة وغيرها والإبادات الجماعية الأخرى، إلا أن العدالة إلى يومنا هذا غائبة. فمجزرة الحويجة وجامع مصعب بن عمير في ديالى وإعدام عشرات السجناء ومجزرة جبلة ومجزرة جسر الزيتون وقمع احتجاجات البصرة سنة 2018 على يد جميل الشمري كلها أغلقت ملفاتها ولم يقدم الجناة إلى العدالة. تساءل الكاتب فيصل حنيف في موقع ميدل إيست آي عن الوقت الذي سينظر فيه للمسلمين على أنهم الضحايا في وسائل الإعلام البريطانية، مشيرا إلى أحداث الشغب الأخيرة في مدينة ليستر الشهر الماضي. وقال حنيف: عندما برزت أدلة مصورة في وقت متأخر من الشهر الماضي يظهر فيها مشجعون هنود يهتفون الموت لباكستان بعد مباراة كريكيت بين الفريقين المتنافسين ضمن بطولة كأس آسيا، تبين أن معلومات مهمة أخرى حول من كان يهتف بصوت مرتفع وما الذي كان يهتف به كانت قد غيبت تماما من وسائل الإعلام المحلية. ومن تقرير للبي بي سي استخدمت التقارير بدلا من ذلك مصطلحات مثل هتافات عنصرية وكريهة، اقتبست تصريحات عناصر الشرطة لفظيا، والتعليق الوحيد الصادر عن جهة خارجية كان ذلك الذي صدر عن اتحاد المنظمات الإسلامية، حتى أن أحد القراء في معرض تعليقه على التغطية الإعلامية شعر بأن التقارير كانت توحي
بأن المسلمين هم الذين كانوا يمارسون العنف. إن تقاعس الشرطة عن اتخاذ إجراء وهو ما تنفيه السلطات هو المبرر الذي يتذرع به بعض المسلمين في المدينة لتنظيم أنفسهم لمواجهة هذه الموجة الجديدة من الاعتداءات، لئن كان من المبالغة نوعاً ما الزعم بأن مسلمي ليستر يواجهون شيئاً مشابهاً لما يتعرض له إخوانهم في الهند التي يهيمن على مقاليد الأمور فيها رئيس الوزراء ناريندرا مودي. رغم أن التغطية الإعلامية للأحداث في ليستر كانت مقتضبة، إلا أنها تكشف عن توجه آخر مزعج حول تغطية العنف الذي يمارسه الهندوس ضد المسلمين، ألا وهو تشخيص المذابح والعنف على أنه صراع بين جانبين متكافئين، لدرجة أن المرأة حين يقرأ ما تصفه هذه التغطيات إلى جانب التقارير التي تنشرها وسائل الإعلام المعادية للمسلمين لا يملك إلا أن يتساءل: هل يسمح للمسلمين بأن يكونوا ضحايا؟ لكن تحليل محتوى التغطية الإعلامية في بريطانيا وحول العالم يشير إلى أن الإجابة على السؤال هي لا، لن يسمح. فقد أثبت مركز الرصد الإعلامي وجود حث متكرر لحقيقة أن المسلمين هم المستهدفون. نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريراً للصحفي مارك سانتورا، قال فيه إن صاروخاً روسياً قوياً انفجر على بعد أقل من 900 قدم من محطة الطاقة النووية الأوكرانية في وقت مبكر من يوم الاثنين، في تذكير بأنه على الرغم من النكسات في ساحة المعركة فإنه لا يزال بإمكان روسيا أن تهدد بكارثة نووية في أوكرانيا. وسقط الصاروخ بالقرب من محطة الطاقة النووية بجنوب أوكرانيا على بعد حوالي 160 ميلاً غرب مجمع نووي آخر كان محط اهتمام عالمي، وهو مجمع زابروتشيا، حيث أرسلت الأمم المتحدة فريقا من الخبراء لتحقيق الاستقرار في الوضع هذا الشهر. ويبدو أن ضربة يوم الاثنين توضح مدى وصول روسيا والإمكانية الكارثية لهجوم على مثل هذه المنشآت. يقول الخبراء إن أخطر هجوم على محطة نووية قد لا يكون ضربة مباشرة على مفاعل محمي جيداً، ولكنه هجوم يضر أو يدمر البنية التحتية الحيوية الأكثر ضعفاً مثل نظام التبريد الذي يحافظ على تشغيل المفاعل بأمان. يمكن أن يؤدي فشل نظام التبريد إلى الانهيار وانبعاث كميات هائلة من الإشعاعات النووية. وجاء الهجوم بالقرب من محطة جنوب أوكرانيا، ثاني أكبر محطة نووية عاملة في أوكرانيا، بعد شهور من القلق بشأن محطة زاباروجيا الأكبر في الشرق. وتعرض هذا المجمع لقصف متكرر، حيث تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولية. ومع تدهور الأوضاع الشهر الماضي أرسلت الأمم المتحدة فريقاً من المفتشين إلى المحطة داعية إلى منطقة منزوعة السلاح في الموقع، ويقول محللون إن الضربات تتناسب مع نمط الحصار الذي يقطع خطوط الكهرباء والمياه النظيفة والإمدادات الغذائية والاتصالات، بالاقتران مع قصفها لمحطات الطاقة الحرارية واحتلالها لمحطات لتوليد الطاقة الكهربائية وعشرات الضربات على خطوط الطاقة والمحطات الكهربائية الفرعية. للكاريكاتير أسلوبه الخاص في نقد الواقع.
أضربت المدارس الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية الاثنين رفضاً لمحاولة إسرائيل فرض كتب دراسية يقول فلسطينيون إنها تشطب الهوية الوطنية، وأغلقت الغالبية العظمى من المدارس أبوابها منذ ساعة الصباح في إضراب هو الأول من نوعه منذ بداية العام الدراسي الحالي بعد عدة وقفات احتجاجية. وجاء الإضراب وهو ليوم واحد استجابة لدعوة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية في مدينة القدس. وقالت القوى في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول: نؤكد على رفضنا المطلق والتام لمحاولة فرض منهاج مزيف أو مستحدث على أبنائنا في جميع المدارس على اختلاف مرجعياتها الأكاديمية، وأننا لن نقبل بغير المنهاج الفلسطيني لتعليم أبنائنا. روى جنة عدن وسومر وبابل عبر التاريخ، لكن نهر دجلة اليوم يصارع الموت إذ يهدد النشاط البشري الجائر والتغيير المناخي بمحو شريان حياة عمره آلاف السنين. في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 42 مليونا ويعتبر مصدرا للحضارة والزراعة، الكوارث الطبيعية لا تعد ولا تحصى. بدءا من نيسان أبريل تتجاوز الحرارة 35 درجة مئوية، وتتوالى العواصف الرملية مغطية البشر والحيوانات والآلات بغشاء برتقالي. أصبح العراق اليوم واحدا من أكثر 5 بلدان في العالم عرضة لعواقب تغيير المناخ بحسب الأمم المتحدة، مع الجفاف وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والتصحر المتسارع في بعض الأماكن. يبدو النهر مثل برك ناتجة عن مياه الأمطار، فالتجمعات الصغيرة للمياه في مجرى نهر ديالة هي كل ما تبقى من رافد نهر دجلة في وسط العراق الذي بدونه لا يمكن زراعة شيء في المحافظة. وبسبب الجفاف خفضت السلطات هذا العام المساحات المزروعة في كل أنحاء البلاد إلى النصف، ونظرا إلى أن لا مياه كافية في ديالة فلا يكون هناك حصاد. والآن أدعوكم لمتابعة هذه المادة الفيديوية التي اخترناها لكم من مواقع الصحف. مجموعة بلا شك مجموعة صعبة جدا، لأن في هذه المجموعة اللي موجود فيها المنتخب القطري الإكوادور وأيضا سنغال وهولندا. المنتخب الهولندي كما نعرف عنده خبرة كبيرة جدا في البطولات العالمية. المنتخب السنغالي الذي فاز بكأس إفريقيا الأخيرة. أعتقد المنتخب القطري المفروض أن يقدم مستوى وأداء كبير جدا لكي يطمح المرور إلى الدور الثاني. لهذا أتمنى كل التوفيق إن شاء الله للمنتخب القطري، ولما لا المرور للدور الثاني مع المنتخب الهولندي. أعتقد المنتخب السعودي يلقى صعوبات كثيرة في هذه المجموعة، وأتمنى أن يكون توفيق على كل حال والمرور للدور الثاني، ولكن ستكون صعبة جدا لأن المنتخب الأرجنتيني منتخب قوي وأيضا المنتخب المكسيكي. أعتقد المنتخب المكسيكي والمنتخب الأرجنتيني هم اللي مروا للدور الثاني. أتمنى المنتخب السعودي يدخل في الوسط وهكذا يخرج المنتخب المكسيكي أو المنتخب الأرجنتيني، ولكن مهمة ستكون صعبة جدا. فرنسا بطل العالم، دنمارك بطل أوروبا في السابق، يعني عندهم خبرة كبيرة جدا مع المنتخب التونسي. قد المنتخب التونسي قادر أن يحقق مفاجأة ويروح الدور الثاني لأن عنده كل الإمكانيات، عنده ثقة كبيرة فيه وعنده لاعبين مميزين. أتمنى إن شاء الله للمنتخب التونسي كل التوفيق إن شاء الله والمرور إلى الدور الثاني. أعتقد بين المغرب كرواتيا والمنتخب البلجيكي،
أن المنتخب البلجيكي منتخب جيد ما بين الكبار في أوروبا. أعتقد التأهل سيكون ما بين هذه المنتخبات الثلاثة. النهائي أنا أقول يعني المنتخب الفرنسي، المنتخب البرازيل، الألماني، الإنجليزي. أكيد غياب الجزائر ومصر وأيضا المنتخب الإيطالي يعني الغايبين الكبار في هذه البطولة، يعني كنا ننتظر حضورهم ولكن للأسف يعني لم يكونوا حاضرين في قطر، ولكن أتمنى إن شاء الله في البطولة العالمية المقبلة إن شاء الله سيكونون حاضرين إن شاء الله وبقوة بإذن الله. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.